السرح للأصفر من ريش هب وجاح، ورمينا النور بين الأبر وتاريخ وعدت وبتاح. بنينا السرح للأصفر من ريش هب وجاح، ورمينا النور بين الأبر وتاريخ وعدت وبتاح. راح الولد هش من هالبلد فش، حدا سمع لو حس ولا شافوا له. راح الولد هش من هالبلد فش، حدا سمع لو حس ولا شافوا له. راح الولد هش، راح الولد، راح الولد من بين يدي. ومن فرد بعيني سألت الدر قامت أيلالي، ما يضعش غير الحق بيا. راح الولد هش من هالبلد فش، حدا سمع له حس ولا شافوا له. ليلي ما عاد يحبل، خدني بعد وما ودانيش. وازاي في البلد أقبل، ساب لي البلد وما دلنيش. احنا اوريدي كل واحد فينا عنده بروجكتس لحال، فهي تجربة جديدة بالنسبة لنا. صرنا شهر عم نشتغل مع بعض، فهو دمج بين ستايلز لشخصين اتوقع. هو صراحة لسه صوت يعني قيد الانشاء، بس في شغلات معينة فيه بخامه يعني اساسية حتكون بتخيل حتكون لينكت ب من البرفورمانس اللي عملناها، بس لسه الانسترومنتيشن بسيط جدا، بس جيتارين وكليلي. ف
فعنده كتير مساحة لسه للتجربة. واه يا عبد الودود يا رب اصع الحدود ومحافظ عن نظام كيفك يا واد صحيح عصلا تكون مليح وراقب للأمام أمك هتدعي ليك وتسلم عليك وتقول بعد السلام خليك جدع لأبوك ليقولوا منين جابوك ويرسخوا الكلام. واه يا عبد الودود يا رابص عالحدود ومحافظ عالنظام كيفك يا واد صحيح عسى الله تكون مليح وراقب للأمام أمك هتدعي ليك وتسلم عليك وتقول بعد السلام خليك جدع لأبوك ليقولوا منين جابوك ويرسخوا الكلام. واه يا عبد الودود عبد الودود.